أرحب بكم في قناتي على يوتيوب. سأتحدث إليكم عن في هذا الفيديو عن قواعد البيانات في باستخدام بايثون، كيف ننشئها وكيف نجري عليها بعض العمليات. فنبدأ طبعا باستيراد من لايبرال اسمها نامبي. نستورد باكيج اسمه راندوم. باستخدامه بإمكاننا عمل أي أعداد عشوائية من توزيعات عديدة. على سبيل المثال راندوم نورمال بيعطينا مثلا من توزيع صفر، التوزيع الستاندرد نورمال مين تبع بيساوي صفر والستاندرد ديفيشن بيساوي واحد، مثلا ثلاث أعداد، فبيعطينا عين عشوائية من هذا التوزيع. لو عملنا كمان مرة فنحصل على ثلاث أعداد مختلفة. نفس الشيء بالنسبة للتوزيعات الأخرى، مثلا بواسون، توزيع بواسون. طبعا بواسون له بارامتر واحد وهو المعدل، فبنخليه مثلا ثلاثة، بنختار خمس أعداد على سبيل المثال، فبننفذ بيطلع لنا ثلاثة اثنين اثنين واحد واحد. لو أعدنا التنفيذ مرة أخرى يطلع لنا أعداد طبعا مختلفة. نفس الشيء بالنسبة لراندوم بيتا، توزيع بيتا. بيتا له تو بارامترز اللي هو A و B، وبعدين حجم العينة. فخلينا نقول A مثلا على سبيل المثال 2 وال B 3 أو 4، وعدد العينة خلينا نختار 5 مثلا، فبتطلع لنا هان أعداد عشوائية من توزيع بيتا. ولو عدنا هذا نفذناه كمان مرة بيطلع لنا طبعا أعداد مختلفة. الآن خلينا نشوف نعمل حاجة بسموها permutations، تبديل random mutations أو permutation مثلا 5، فبيطلع لنا هان تبديل الخمسة من صفر إلى أربعة بطريقة معينة، إعادة ترتيب الأعداد من صفر إلى أربعة وعددهم طبعا خمسة. فممكن هان نعمل كمان مرة ننفذ الكلام هذا، فبيطلع لنا أعداد أو ترتيب بيرميتيشن مختلفة، تبديل مختلفة. خلينا نشوف مثلا سيكونس هان مثلا بتساوي I for I in range 20 على سبيل المثال. فنشوف بالضبط ايش بيطلع لنا هان، نقول له sequence، فبتطلع لنا الأعداد من 0 إلى 19 عددهم 20. الآن بالنسبة لهذه السيكونس ممكن ناخذ منها عشوائية، نقول له random choice sequence. قديش الأعداد اللي بدنا ناخدهم؟ مثلا 10 أعداد بشكل عشوائي، فبيطلع لنا هان 3 و16 و15 إلى آخره. لو أعدنا تنفيذ هذا الأمر كمان مرة بيطلع لنا طبعا أعداد مختلفة، لأنه بياخد عين عشوائية من الأعداد الموجودة في السيكونس. ممكن ناخد أعداد من توزيع أو أعداد طبيعية عشوائية، نقول له random random r أو rand random rand n مثلا 5 و4 هان، فبيطلع لنا أعداد عشوائية. طبعا 1 2 3 4 دول كأنهم يعني ليست لحالها، هذه الأربعة معناها وعددهم 5، فخمسة في أربعة عدد 20 عدد. خلينا نشوفها بشكل أبسط، نقول له random rand n random number يعني مثلا 2 أو خلينا نقول 3 5 و2، فبطلع لنا 5 أزواج مرتبة بهذا الشكل. هاي الفيرست بير اوردر بير، هاي السكند ثيرد
الفورث الفيفث وهكذا. فبالتالي هذه جيدة لعمل عينة عشوائية، فخلينا نستخدمها عشان نبني منها الداتا فريم. فخلينا نقول مثلا values، لأن values هذه جزء من الداتا فريم، فنقول له random راند 5 و4، فبالتالي بيعملنا هان زي المصفوفة فيها 5 صفوف و4 أعمدة، فبنعملها بالشكل هذا. وممكن نشوف الفاليوز هذه كيف شكلها، هان كلها طبعا أعداد عشوائية طبيعية، فهي الشكل زي هيك، أي في 1 2 3 4 5 صفوف، 1 2 3 4 أعمدة. الآن احنا جاهزين لعمل الداتا فريم، لكن عشان نعملها لازم نستورد لايبراري اسمها بانداس، وهي يعني لايبراري رائعة جدا. فبنقول له import pandas as pd عشان نقدر نستخدمها من خلال، بدل ما نكتب كلمة pandas كلها نستخدم pd أسهل. وهان تم استيرادها. خلينا نسمي الداتا فريم مثلا داتا، فبتساوي بي دي اللي هي اللايبراري اللي اسمها بانداز دوت داتا فريم، فبيعملها على طول. نقول له values اللي احنا عملناهم توي، هان هدول الفاليوز، ونعمل مثلا كولومز، في عنا 4 أعمدة، فكولومز يساوي خلينا نقول A B C و D بالشكل هذا. بننفذ هذا الأمر، فطبعا تكون طلعت هان يعني تمت العملية. ممكن نشوف الداتا بالشكل هذا بشكل كامل. هاي عندنا 4 أعمدة ودي زي ما احنا اخترنا اسميهم هان، وعندنا ايضا موجود معانا 5 صفوف من 0، الصف الاول رقم 0 والثاني 1 والاخير 4. ممكن احنا طبعا نقول داتا هيد، فبيعرض لنا اول 5 صفوف وهي كلها طبعا لانه فيش فيها الا 5 صفوف. وممكن نعمل مثلا داتا اندكس، داتا اندكس هان ما فيش فيه فانكشن، هذا هو الارقام هذول 0 1 2 3 4، هذا بسموه اندكس. ممكن طبعا احنا نغيره، لكن هاي بقول ستارت من 0 وستوب 5، فبالتالي 0 1 لحتى 4. خلينا الآن نعمل داتا فريم جديدة من هذه الداتا فريم، نسميها نيو داتا مثلا، نيو داتا 1، لأنه ممكن نعمل 2 تساوي بي دي كونكات اللي هو الثاني. فهذه بيعمل لصق يعني لقواعد بيانات، أو بضيف عليها أشياء أخرى. فبي دي كونكات concatenation يعني data وdata، كل الداتا مع الداتا العمود B هيك، هذه معناها العمود B، data بين أقواس مربعة B، هان بيعطينا الداتا العمود B. والعمود C كمان نعمل بالشكل هذا C، بالشكل هذا. وايضا بدنا نقول له كيف يضيف، هل يضيف الاعمده صفوف الاعمده، هي اعمده اكسس يساوي 1، لو كانت صفوف بنضيف صفوف، بدنا نعمل اكسس بتساوي 0. ونشوف بس نتاكد انه هذه هيك معموله بشكل صحيح. داتا اكسس بتساوي 1، اذا هان هذه اللي بنسكر الاقواس هان عشان تطلع مظبوطه، لانه الخطا هذا بكون فعلا في خطا، هي راح بمجرد علامه الخطا هذه الحمراء راحت مجرد ما انه صلحنا الشغل هان.
فالآن نيو داتا واحد خلينا نشوفها، نقول له نيو داتا وان، فهي طلعت بالشكل هذا، طلعت زي هيك، فهي A B C D وكمان أضفنا إلها عمودين B D. فبالشكل هذا ممكن الواحد يضيف أعمدة جديدة لقاعدة البيانات أو الداتا فريم. الآن خلينا نشوف مثلا نحذف عمود، فممكن نحذف إحنا عمود كالتالي، نقول له new data one drop dot drop العمود D axis يساوي واحد، لأنه بدنا دائما واحد مع الاكسس يساوي واحد مع الأعمدة، والاكسس equals zero مع الصفوف، فبنعمل بهذا الشكل، فهي راح العمود اللي اسمه دي التغى تماما زي ما شايفين. هان ممكن نعمل هيك، راحت الدي، هان في دي، ايوه هان راح العمود هذا دي راح من هان. فبالشكل هذا ممكن احنا أعمدة، وهذه العمليات إضافة أعمدة وحذف أعمدة مهمة جدا وتلزم لكل إحصائي بيستخدم بايثون لتحليل قواعد البيانات. ممكن نقول له مثلا نحذف أعمدة تانية، نقول له new data واحد drop مثلا العمودين هدول B و C، فبنحطهم على شكل قائمة، على شكل قائمة بين أقواس اللي هو سكوير براكتس من هان هان، بس بدنا نقول له axis يساوي واحد عشان يشتغل يعمل حذف للأعمدة. فهي حذف الأعمدة هان اللي هو B و C، طبعا B و C كانوا مكررين، B و C في تكرار لهم هان سابقا، فحذفهم مرتين، فبالتالي لم يبقى إلا هذه الـ A و B فقط. فبالشكل هذا، طبعا لو شفنا النيو داتا الأصلية نشوف هل بيحذف منها شيء، بتضلها زي ما هي A B C D B C، هي بتضلها زي ما هي. المهم إنه الحذف هذا ممكن انت اذا بدك تحول الداتا للداتا المحذوفة منها هذه الأعمدة، بدك تقول له مثلا new data واحد يتساوي الكلام هذا، فبيعمل overwrite على الداتا الأصلية، لكن العمليات هذه كلها ما بتغيرش من اللي هو الحذف، يعني عملية الحذف ما بتغيرش من الداتا الأصلية إلا إذا انت طلبت الإشي بالطريقة اللي نقول new data واحد تساوي الكلام هذا. خلينا نشوف هان أيضا كيف نعمل مثلا كيف نشير إلى بعض الصفوف أو الأعمدة باستخدام الـ I location integer location، يعني بنقول مثلا new data واحد dot i location، يعني اللوكيشن بنحدده عن طريق عدد صحيح، فبنحط هذه كل صفوف معناها، وهن الأعمدة من 3 إلى 5، إذا هان معناها كل الصفوف، وهن الأعمدة من 3 إلى 5 في الداتا الأصلية بدون حذف، فبتطلع بهذا الشكل هان. خلينا نشوف الداتا الأصلية إحنا، نقول له هذه، اعمل هذه، والان نعمل هذه نشوف كيف بتصير، فتطلع بهذا الشكل دي وبي. طبعا الداتا الاصليه هيها، ففيها A وبي وسي ودي، وهان بي وسي، فبالتالي لما احنا عملناها ضل بي وبي هان اللي هو دي هذا وبي، هاي الثالث والخامس. طبعا هو بدأ من صفر العد، فهذه بتلخبط شوية، لكن ممكن الواحد يتعود عليها في المستقبل. برضه ممكن نقول له مثلا نيو داتا
مثلا اي لوك او واحد نيو داتا واحد دوت اي لوك كل صفوف العمود الخامس بالشكل هذا، فبتطلع لنا عمود واحد اللي هو رقم 5 ممكن تطلع فيه وتشوفوه وتتأكدوا منه. طب لو بدنا نعمل دروب نحذف صف معين وليكن الصف الثاني، فهي حذف الصف الثاني، فلاحظوا انه الاندكس هان، خلينا نكبر هذه الشاشة، 0 1 راح 2 في 3 و4، فحذف صف. اذا طريقة حذف الصف انه نعمل بالشكل هذا، هان ما حطيناش اشي يعني اللي هو الكولن هذا، فمعناه بتكلم عن الصفوف. وايضا ممكن نعمل نيو data 2 مثلا نسميها بي دي كونكات مثلا الكونكات تاخد ليست فديتا وكمان داتا، بعدين نقول له اكسس يساوي 0، هذه بتعملنا داتا بتكررها مرتين، او يعني بتكون الداتا الاول 5 صفوف فوق وكمان مرة نكتبهم اعادة كمان مرة تحتهم. فخلينا نشوف النيو داتا 2 بالضبط كيف شكلها صار. فالمتوقع أن يكون فيها 10 صفوف، فهي الداتا الجديدة هذه هيها من 0 إلى 4، هي 5 صفوف من 0 إلى 4 نفس الصفوف. فحط هذه الداتا اللي اسمها نيو داتا 2 شكلها بهذا الشكل. نريد الآن حذف العمود دي، فنستخدم هذا الأمر وهو new data 2 dot drop columns بيساوي دي، فهي الناتج انه راح العمود، حذف العمود دي. والآن نستطيع طبعا الداتا الأصلية تبقى كما هي كما قلنا، لكن الحذف هان عشان نعمل احنا داتا جديدة من هذه الداتا. الآن خلينا نعمل إعادة تسمية للعمود دي، نسميه مثلا new data 2 rename columns بتساوي بين أقواس curly brackets هان، نكتب العمود اللي بدنا نغيره باسمه ونحط الاسم الجديد لهذا العمود، ونقول in place بتساوي 1 على أساس إنه يستبدل استبدال كامل، فواحد هان معناها ترو. فخلينا نشوف الآن النيو داتا 2 كيف شكلها، فصارت بدال دي نيو دي. في الجزء الثاني سنتحدث عن عمليات يعني اختيار صفوف محددة أو أعمدة محددة وفق كريتيريا معينة، وهو موضوع مهم جدا للتحليل الإحصائي. وفي الجزء الثالث سنتعرف على كيفية استخدام اسمها سيبورن لرسم الداتا فريمز.